الخير معاكم دكتور ويك. مستني بفارغ الصبر بقالي فترة انه حد من عمالقة الصين سواء في مصر في السودان في السعودية واخيرا حليم تاج السر والدافنشي اطلقوا اغنية جديدة امبارح اسمها حنك بيش. لا مش دي، انا اقصد دي الاغنية اللي لسه منزلينها امبارح حليم تاج السر ودافنشي. اول ما سمعتها حسيت بطاقة مختلفة في الاغنية، وزي ما احنا متعودين اول ما ينزل حليم او ينزل دافنشي بطاقة قوية مختلفة عن اي نجم تاني، وده اللي بيعجبني في السين السوداني. لما ناس كتير بتسألني ليه يا نور دايما بيعجبك السين السوداني اكتر من اي سين تاني، انا مش هقول ان هو بيعجبني اكتر من اي سين تاني، بس انا بفضل السين السوداني عن اي سين تاني، لانه في حاجات وفي فايبز موجودة وفي الوان وفي فليفر وفي طعم قليل لما بلاقيه في مكان تاني، بس بدأت اشوفه في دول تانية، ولو عنده اقتراحات ابعتوها لي. خلينا نبدأ بالبيت، والبيت المستخدمة هي تراب بيت، وال808 المستخدمينها قوية قوي، بيخلي الايقاع بتاع الاغنية ومساحة حليم ودافنشي ان هم يحطوا كلماتهم وبراتهم مساحة واسعة جدا. يعني لما تسمعها على موبايلك حاجة، بس لو سمعتها في البيت او لما سمعتها على هيدفونز هتحس بالبيت القوي قوي، هتلاقي البيس بيخبطك في وشك خبطة قوية جدا. واضح جدا انه البيت معمول عشان تخلي الاغنية تنفجر وتضرب في السوشيال ميديا وتجيب طاقة قوية جدا في كل مشهد في الفيديو. الميلودي المستخدمة في الأغنية ما بين الأفرو بيت وما بين التراب، وفي نكهة خفيفة للإيقاعات الأفريقية اللي بيضيف ليها حليم تاج السر هاي هاتس وإحساس عصري قوي جدا، بس في نفس الوقت الإيقاع خفيف يخلي الموضوع مش كله تراب بس، في مرونة في توزيع الأغنية ما بين حليم ودافنشي. بس إزاي حليم تاج السر ودافنشي؟ هل في بينهم تناغم ولا لا؟ أو إيه اللي خليهم يطلعوا في أغنية واحدة؟ والموضوع ده مش سهل إن هو أي فنان يطلع يعمل فيتشرينج مع فنان تاني. حليم تاج السر ودافنشي في بينهم كيمياء واضحة وعلاقة واضحة جدا، وده باين جدا في طريقة توزيع الأدوار بينهم وبين بعض في الأغنية. دافنشي بيركز أكتر على الفلو السريع والتكنيك العالي في الراب، وحليم جايب لينا الإيقاع اللي بيعمل توازن وفايب مختلفة اللي بتدي ليها طابع أفريقي مختلف. لو أنت مش سوداني من أي مشاهدين وطن عربي، حنك بيش يعني طق حنك أو كلام فاضي أو كلام على الفاضي. بس خلينا نشوف إزاي المخرج علي بلال عمل الفيديو اللي يناسب اتنين نجوم كبار وان هم يديهم حقهم في الفيديو في مكان واحد بس. حليم ودافنشي بيلعبوا جولف. يا حليم انتوا بتحبوا كرة القدم، روحوا العبوا كرة قدم انت ودافنشي وخلونا نتفرج على ماتش كورة، لكن تلعبوا جولف انتوا الاتنين. برو تعمل خير تاكل مسخرة، هل ترى ما أرى ولا بين جفونك خرى، ناس بتبيعك أول ما تسمع. اوكي، دافنشي من الناس اللي عندها ملكة السخرية واستخدمها بشطارة جدا، وبيستخدمها دايما بشطارة، وضعه للكلمات اللغة العربية ان هي تكون ساخرة ويقلبها للهجة العامية باستهزاء ساخر للوضع الحالي، لان الكلمات الاغنية كلها بتتكلم عن الحياة اليومية والمواقف اللي بيعدي بيها الشباب في الحياة اليومية. بس الرسالة اللي عجباني ورا الاغنية اللي بتقول انه اي شاب يقدر يكون فايق وصاحي وواعي انه يخرج من اي موقف يتحط فيه، زي ما بدأ دافنشي في أول الأغنية وقال تعمل خير تاكل مسخرة، وهو بيحاول يوضح لك المعنى هنا واضح، وبيقول لما تعمل حاجة خير بدل ما تاخد مقابلها حاجة كويسة لا بتتعب وبتواجه إهانة وبتواجه مشاكل. هل ترى ما أرى ولا في بين جفونك سوري يعني زفت. طبعا هو ما بيسألش هنا أنت شايف اللي أنا شايفه ولا عينك مقفلة مش شايف حاجة وأعمى، هو ما يقصدش كده لفظا، هو يقصد ساخرا إنه اللي بيحصل حوالينا ده واللي إحنا شايفينه ده مسخرة. اسمح الفرصة حتى توجع أكتر من وجع قلع أعصب ترسك، ناس بتشوفك بعينين والاتنين بتوكان، يا ريتني أحاول عشان أشوفك مرتين. هتتوجع اكتر من وجع عصب ضرسك، الالم هنا مجازي مش الم حقيقي، وبيقول عليه كده ان هو لما الناس تعمل فيك حاجة بسببها هيبقى فيه الم قوي جدا، وهو الم مجازي احساس بالخيانة، وبيربطه ربط قوي جدا بخلع الضرس اللي فيه الم وفيه عصب لما تحس بالخيانة او بالغدر، وار قوي جدا مع انه صغير. بتشوفك بعينين والاتنين بالدكان، يا ريتني احوج انا اشوفك مرتين، يا ريتني اعمى ما بشوف بالمقلتين عشان ما اشوفك حتى لو المسافه بيننا خطوتين، صعب تلقى مرافق وناس. البيت قوي جدا، البيس عالي قوي لو سامعينه، خليني اعيد البار ده. لما اشوفك حتى لو المسافه بيننا خطوتين، صعب تلقى مرافق وناس
سهل تلقى منافق والناس هي صعب تلقى مرافق والناس. رغم ان البيت والملدي مميزة جدا في الاغنية، ولكن البار ده بالذات لما دافينشي قاله كان موضح لي قد ايه ان هو فعلا بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن المشكلة اللي بيعدي بيها او المشاكل اللي هو شايفها في حياته الطبيعية اليومية. البار ده انا محتاج دافينشي يوضح لي اكتر، عشان كده لما سألت دافينشي دافينشي رد وقال: تحية كبيرة ليك يا صاحبي ولكل الناس اللي بتتفرج علينا، شراء لكل سوداني، شراء لكل الناس اللي بتحب الراب العربي، تحية كبيرة مني ومن حليم لكم. اتمنى انكم تستمتعوا بالتراك وتستمتعوا كمان بالتحليل وبالرياكشن. بالنسبة للبار حق صعب تلقى مرافق والناس سهل تلقى منافق والناس، بصراحة البار ده جاء من اللي انا شفته يعني في حياتي، وتضح لي انه معظم الناس كده، فحنكبيش والله. يختفوا كل الناس اول ما تعلن الافلاس، لكن شدة وستزول قاعدة فتش الحلول، بالقربت للوصول الى الحصول على حل. شايف ازاي سخرية باللغة العربية قاعدة فتش الوصول على حل، ساخر باللغة العربية، وبيعجبني ملائم ومناسب على صوته جدا. أما الملل ونقص الهلل وفيض الهبل في زمن التجل الذي يخلو للخجل، هنكبيش حليم bring it in. يلا خش حليم خش. صف انتباهك واستفيق. اول ما دخل ولد التاج صف انتباهك واستفيق، بداية قوية من حليم تاج السر. يقول للشخص اللي قدامه اصحى وفوق، ويوضح انه متحكم في الموقف ومتحكم في السين. يا قائد احنا هنا معاك الليدرز 249 خانقين البيت. اديك كف ذكرك كل ما نسيت مبارح، عمنا في الشارع الليل نجوم الميدليست ومضلع نقص 8 بست حركنا الدولة حديد مضلع 8 بستم. بيقصد هنا تعبير مجازي، وده الفليفر اللي بيجيبه حليم بعيدا عن اتجاه الساخر بتاع دافينشي. البونش لاين اللي حطه حليم حديد مضلع 8 بستم، يوصف نفسه كأنه حديد قوي 8 بستم. وليه 8 بستم؟ عشان المحركات التمانية سلندر من اقوى المحركات بشكل عام. فوضدوك وغير صنم زي ما وريتكم، شايفك اسد في الميديا زي الهو شعر بيتكم. شايفك اسد في الميديا وزي مرات الاسد في شارع بيتكم. بانش لاين قاتل، حلو قوي قوي التمثيل، ان هو يمثل الشخص اللي بيحاول يهجيه او يرمي عليه كلام، بس بيقوله ان انت بتبين نفسك ان انت يعني زي الاسد على السوشيال ميديا، ولكن ان انت في بيتكم شارع بيتكم بتمشي زي مرات الاسد. نسيت عاجل ما طلعت زيت زات وشام كبير ختيتة خاخو مع بيتا عايش بس لو كالا فيدا سمكة التونة العنيدة من جوا البحر بسيطة كايسة فيك الفرصة الناس دي خوة عارسة ودي ناس جبانة ونجرسة ودي كل الفاتة كرسة. شوف مخاخكم عبيطة عايش بس لوكا لافيدا، بيقول ان عقول الناس دي اللي هو بيهجيهم ان هم عقولهم غبية وعايشين كل حياتهم بالهبل وبالتهريج. احنا بس تدس زول المعك تنقصة وتنقنق اسكوت حصة ودي كل الفاتة كرسورة. حنكبيش 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 اوكي. المخرج عمل شغل كويس ان هو يجيب عربيه ويجيب سياره فخمه جدا ويوري اللايف ستايل اللي هم عايشينه كنجوم. نفس الوقت الرساله اللي ورا الاغنيه رساله قويه بتوضح قد ايه انه مهما تعمل ساعات خير بتلاقي للاسف متاعب قدامها، وفي ناس في بعض الاحيان مش شايفين الحياه الحقيقيه وعايشين في هرج ومرج وبيقضوها مسخره وتهريج. امسك الأغنية كويسة جدا، وده اللي أنا كنت متوقعه من حليم لما يخش مع دافينشي، هم الاثنين يجيبوا فليفر ويجيبوا ذوق وطعم مختلف. أتمنى يكون عجبك الفيديو، لو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير واللايك أو بلاش. أشوفكم في الفيديو الجاي.